من جهته كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد عبد الله الجبوري مطالبات لجنة الشهداء النيابية اللجنة المالية النيابية تضمين مبلغ 950 مليار دينار عراقي يخصص لدفعات مستحقات أو لدفعات مستحقات مترتبة على مؤسسة الشهداء و50 مليار دينار لفتح مقبرة الشهداء في منطقة الخسفة بالموصل. لجنة الشهداء طالبت من اللجنة المالية أن يتضمن قانون الأمن الغذائي الطارئ مبلغ قدره 950 مليار دينار عراقي إلى مؤسسة الشهداء. يتضمن هذا المبلغ صرف مستحقات وحقوق الشهداء لمختلف الشرائح التي تعنى بها مؤسسة الشهداء، وكذلك طلبنا إضافة مبلغ 50 مليار يعني من ضمن ال 950 أن يحدد إلى فتح المقابر الجماعية وتحديدا مقبرة الخسفة في محافظة نينوى التي يعني مر عليها أكثر من 7 سنوات، وبالتالي هذا الملف سوف يتون من اهتمامات لجنة الشهداء بشكل مباشر مع مؤسسة الشهداء ومع دائرة المقابر الجماعية في المؤسسة.